شخصيه بطل. والله يا استاذ ابراهيم الروح دي هتيجي مفيش مصري شخصيه البطل. بس هو برضه دايما اقوله المنتخب ما بينجحش بنجم، المنتخب بيلعب بنظام بالحاله، عنده حاله نظام. يعني عندك بيبقى نظام. فيه لعيبه تقال بس بيبقى في كل المراكز عندك لعيبه تقيله وكويسه وفي حاله تناغم روحي. يعني مثلا ما تقدرش تقول ان في لعيب معين في الجيل اللي من 2006 ل 2010 ده هو سبب المكاسب، هو سبب المكاسب. لكن تقدر تقول تيم. ان عمرو زكي كان سبب، جده كان سبب، ابو تريكه كان سبب، بركات كان سبب، الحضري طبعا، وائل جمعه. يعني التركيبه حسني، تقدر تقول حسني عبد ربه، زيدان تروح فين ولا فين. لكن عماد متعب طبعا ما تقدرش تقول ان في واحد. يعني لو احنا قعدنا دلوقتي احنا الثلاثه قلنا مين احسن لعيب هنختلف، لان كان في كتير. ايوه في 86 نفس القصه، كان موجود الكابتن الخطيب، الكابتن طرابزيت، ثابت البطل الله يرحمه، كابتن مصطفى عبده، شوقي غريب، شوقي غريب واشرف قاسم، جمال عبد الحميد، ثابت البطل الله يرحمه. الحاله الجماعيه يعني اقصد الحاله ما كانتش حاله بتاع في 90 برضه، كان حسام حسن وكان ابراهيم حسن والشاميه كان واحمد رمزي والكاس وكانت وشوبير ويعني اسماعيل يوسف ومجدي عبد الغني عشان ما يزعلش اسماعيل يوسف. فكانت حاله تناغم، ما تحسش ان لعيبه الناس دلوقتي. الفيديوهات اللي بتيجي لما كان الكابتن الخطيب لابس الفانيلا البيضة والكابتن حسن شحاته لابس الفانيلا الحمراء وبيجي دلوقتي الناس ما بتصدقش ان ده كان ممكن يبقى موجود في الوقت ده، مع ان ساعتها ما كانش برضه يعني ما كانش في كلام، ما حدش يسمع حاجه عن التنمر، حاجه عن البتاع دي، كانت الحاجات دي عاديه. لكن لا، يا ريت الاجواء دي. والغريبه ان تلاقي ممكن تلاقي اللعيبه علاقتها كويسه ولكن الجماهير طول الوقت والسوشيال ميديا شحنه الامور. هي السوشيال ميديا مشحونه برضه بفعل حاجات تانية. يعني المناخ نفسه ما هوش نقي. واحيانا برضه اللعيبه ذاتها اللعيبه الصغيره يعني بتبقى خبرتها قليله بتساعد على التوتر، واحيانا اللعيبه بتبقى برضه مبطله فبتبقى يعني بتحس ان هي يعني. انا ما عجبنيش كارترون في ادائه لما جه مع الزمالك، بقى يلعب على نغمه الجماهير مع انه لما راح في بين سبورت قال كلام تاني خالص. وهو اصلا قبل ما يروح تجرد من العلاقه قبل ما يرجع المره الثانيه قبل ما يرجع المره الثانيه كان قايل كلام تاني خالص. فهم برضو بيجوا بدون اللي احنا عايزين نسمعه. يعني بيقول لك بيفصل حسب الحاله والوقت. يعني ما كانش يجب ان هو يلعب بقى على نغمه دغدغه مشاعر الجماهير وبتاع ومش عارف ايه. يعني انا لاسارتي مثلا لما جه ما عجبنيش، وكان الاستاذ ايهاب الخطيب رايه كده. ليه بقى؟ لانه اول ما جه بقى يبوس السلسله وبتاع يقول لي ده مش شغل اجانب، واخد بالك؟ ده مش شغل اجانب. درسنا أجانب. كويس. درسنا كويس. ده مش شغل اجانب، الشغل الاجانب احنا شفنا ايدوكوتي، شفنا فايسا، شفنا مانويل جوزيه، كانوا متفرغين لشغلهم بس. وشفنا حتى الجيل اللي هو هولمان ومش عارفه وهاريس وبتاع، كم واحد كده جم برضه كل واحد سنتين. انا متاكد ان اللي غيروا الكوره في مصر بروتيتش زمان، وبعدين هيدوكوتي، فايسا، جوزيه. غيروا الكوره، غيروا طرق اللعب، غيروا مفهوم اللعب الجماعي. يعني دون الفلسفه، فلسفه التفوق والنجاح والنظام والعمل. كان مستر جوزيه اول ما كابتن احمد فتحي جه وبقول له وصل من انجلترا فداخل بيه قال له وي ار فاميلي هير اف يو وونت تو بي انديفيديوال بلاي جولف، احنا تيم هتنجح. لا جوزيه مش كان مدرب رائع بس، جوزيه مدير وقائد رائع. ايوه كده. يعني هو كان قائد اهم حاجه اللعيبه، واحنا شفنا اللي عمله مع عصام الحضري وشفنا اللي عمله مع اللعيبه وامتى الكابتن وامتى لا لا جوزيه ده قائد يعني هو كان قائد الحقيقه. ومحتاجين قائد. مره مقال كده من فتره الملك جوزيه فعلا ما كانش بيلعب حتى في غروره، كان حتى في تصريحاته، حتى في ادارته للاعبين سواء الموهوبين او المشهورين، احتوائه او حاسمه معاهم الاثنين بيعرف يجيدهم كويس قوي. عايز اقول لك يا دكتور، واحنا راجعين من اليابان المهندس عادل يذكر في حوار مطول بينه وبينه قعد فتره طويله بتاع 6-7 ساعات. شوف فسر لي اللي حضرتك بتقوله ده. قال لك لما جاني عرض الاهلي اول مره رحت نازل رايح المكتبه. جبت كتير من كتب الادب العربي المترجم.
للبنانيين ومصريين يعرف مين المصريين. عايز اقرا العقليه دي بتفكر ازاي، تاريخها ايه، عمقها ايه. شوف هو حد مثقف، حد عايز يتعامل مع الناس. انا اعترف لك انا من الناس اللي عندي عقد جوزيه، بقارن اي مدرب بجوزيه، عشان كده دايما مع المسطره جوزيه على الرغم على المدربين. على الرغم على الرغم ما حدش يقول ان كل حاجاته كان في اخفاقات طبعا، لكن كان راجل تشعر. واخد بالك لما شادي وقف جون اقسم بالله طالعين مبسوطين يعني، واخد بالك ليه؟ لان هي حاجه نادره جدا بالزبط. ان اللعيب يطرد ف مقلب تضحك له وهو جه كثف هجوم. انا لسه قريب بتفرج على ماتش لقيت الاهلي بيلعب باربعه راس حربه، كان اسامه حسني وعلاء خلاص هو لما يبقى كده يلعب على ابراهيم ومش عارف يلعب عمر على طول يعني. صور ان كل دي نجوم الكبار دول، بس هو بيغامر بقى ممكن تقلش مره فترعيه بالظبط. ايوه في معظم الحاجات خلاص هو ما ينفعش يكش بقى. بلاص 90 جت منين؟ جت من الحاجات دي يعني. السنه اللي فاتت لا اللي خدنا فيها الدوري كان في ماتش سموحه في المنتخب، جبنا الجون اللي جابه جيرالدو في 98 انا كنت في الاستاد يوميها، احنا يوميها قلنا ده جون الدوري. ايوه كان باين قوي ده جون الدوري، واخد بالك. فهو لا جوزيه بقى كان بيغامر وكان بي يعني بي